يقترب المنتخب الأرجنتيني من المباراة النهائية ومواجهة ألمانيا الغربية. هنا كرة فيها ترويض مثالي وصلت لدييغو، دييغو ينطلق، دييغو يمر، دييغو يعدي، دييغو ممكن يصوب، دييغو يسجل، يا 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 دييغو، دييغو أرماندو مارادونا الهدف الثاني، مجهود خرافي من بين المدافعين. شوف الكرة الماضية كيف تلعب، كيف نظر، كيف عبر، كيف مر وصوب وسدد وسجل. اوه يا لها من صورة، يا لها من صورة، ولقطة لقطة من اجمل لقطات عالم الكرة. وبالتالي شوف الكرة الماضية يتلاعب ويمر وبعد ذلك يصوب، وبعد ذلك يصوب. اذا الهدف الثاني لدييغو أرماندو مارادونا، وبالفعل يضع منتخب الأرجنتين ومنتخب بلاده في نهائي كأس العالم، في نهائي كأس العالم.